علشان عمري كبير دايما عندي حكاوي كتير مش بس هسليكم بيها لا دي محتاجه لتفكير ومحتاجه لتفكير عندي كمبيوتر بس ليه ما استخدموش هو صعب يعني ولا لغز ما فهموش بابا جاي يعمل لي تيست اعمل كوبي ولا بيست اعمل ايه خلاص تعب اي امر ما اعرفوش شوفوا كل حاجة سهلة بس لو ما تكسلوش والحياة هتبقى أحلى لو يسعى ما ننساهوش مع كوكي وأب أب هنصلي ويسعى قادر إنه يخلي مع كوكي وأب أب هنصلي ويسعى قادر إنه يخلي عملنا تشهد عن مجده وينور أيام نتملي عملنا تشهد عن مجده وينور أيام نتملي يلا بقى يا كوكي عشان نبتدي الحلقة ازيكم يا اصحابي انتوا عارفين انا مين انا اسمي ات ات نقولها تاني ات ات واحنا جايين النهارده نلعب في الجنينه الجميله دي بصوا دول بقى اصحابي انا بحبهم قوي قوي وهم كمان بيحبوني قوي قوي ودي بقى دي كوكي هتعرفوه اكتر واكتر بعد كده وده ده حبيبي جده حبيبي هو مش جده انا لوحدي هو جده بتاعنا كلنا انا بحب جده قوي علشان هو بيقول لنا حاجات مفيدة كتير ولما بيكون عندنا اسئلة او اي حاجة مش اسئلة حاجة يعني مش فاهمينها خالص بنروح لجده على طول وهو يفهمها لنا كمان هو مش بيقول لي ايه الاسئلة التافهة دي يا قطط ولا بيقول لي بلاش وجع دماغ بقى يا قطط زي ما كل الناس بتقول يعني وعلى فكرة مش انا بس اللي بسأل ده انا وكل اصحابي دول كمان بيسألوا انا هسيبكم بقى العب شويه قبل ما جدي يقول لنا كفايه كده النهارده يا ولاد يلا بقى لعبي بي ولعبك وكسر صوابعك صوابعك لا يا قطقط ده مش عمل الجنين يا حبيبي الله امال عمل مين يا جد عمل الله الله هو اللي خلق لنا الورد الجميل ده كله وهو اللي حط فيه الالوان الجميله اللي احنا شايفينها دي يعني الجنين مش هو اللي لا يا قطقط مش الجنين
الله هو الخالق يا حبيبي. الله يا أولاد هو اللي خلق لينا الورود الجميلة، خلق لينا الوردة البيضة والوردة الحمراء، وخلق لينا كل حاجة جميلة موجودة حوالينا. جد، هو الله خلق كل ده ليه؟ خلق ده كله يا حبيبتي عشان بيحبنا. بصوا يا أولاد كده حواليكم وشوفوا ربنا قد إيه خلق لنا حاجات جميلة. تقدروا يا أولاد تقولولي الله خلق إيه؟ خلق الشمس، وكمان السماء، وخلق البحر، هو خلق الشجر، والحيوانات، والسمك اللي في البحر والنهر. برافو برافو يا أولاد، ربنا خلق كل الحاجات الجميلة دي عشان بيحبنا، وخلقنا احنا كمان يا أولاد. وعلشان ربنا بيحبنا خلق لنا كل حاجة احنا بنحتاجها من أكل وشرب ولبس. خلق كل شيء علشان نبقى سعداء ومبسوطين. الله يا أولاد بيهتم بكل واحد فينا. يهتم بكل واحد فينا ازاي يا جدو؟ هو يعني في إله ليا وإله لأندرو وإله لكوكي؟ لا لا يا حبيبي، لا لا، الله يا أولاد واحد بس، الله واحد. طيب جدو، في سؤال محيرني، هو الله ساكن فين؟ بيته فين؟ عنوانه ايه يعني؟ الله موجود في كل مكان يا أطأط. الله روح موجود في السماء وعلى الأرض وفي كل مكان يا أولاد. الله موجود في كل حتة، وإحنا لما نعوز ربنا بنطلبه نلاقيه معانا في الليل وفي النهار وفي كل وقت يا حبيبي. الله عظيم ملوش مثال أبدا، وهو قال عن نفسه أنا الله وليس آخر. الله، الكلام ده حلو قوي يا جدو، بس يا ترى بقى انت عرفت كل ده ازاي يعني؟ من الكتاب المقدس يا كوكي. الكتاب المقدس يا أولاد موجود فيه كل حاجة ربنا عاوز يقولها لنا، وموجود فيه الخطة اللي وضعها الله لحياتنا. فهمتم يا أولاد؟ أيوة يا جدو. برافو. يلا بسرعة يلا. اللون للورد، 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 ا
كوكي، انا بحب جدو قوي. يا سلام، طب ما كلنا بنحب جدو يعني. بس كلامه عن ربنا حيرني شويه. ليه بقى حيرك في ايه؟ يعني ان الله في كل مكان، وفوق وتحت وهنا وهناك، يعني مش فاهم. يا قطقط، ربنا موجود في كل مكان وهتلاقيه سهران وصحي على طول. هو حد يقدر يشوفه او يعرف مكانه هو فين؟ دي بصراحة حاجة تحير. ولا تحير ولا حاجة، تعال نروح لطنط دينا وهي تساعدنا نعرف كل حاجة. إيه؟ لا لا لا، اقول لك حاجة احسن. ايه؟ تعالي نروح لطنط دينا وهي تساعدنا في كل حاجة. اتفضل. ما تضربيش. اتفضل يا عدل. ما تضربيش. يلا. ايه رايكم يا اولاد في لعبه الطيارات دي؟ لعبه جميله خالص. انتوا عارفين يا اولاد انه في حاجه مهمه قوي لازم تكون موجوده علشان الطياره ينفع تطير؟ مين عارف ايه هي؟ لما يكون في هوا عشان يطير الطياره. برافو يا وسيم، يعني لازم يكون في ريح. ايوه طبعا لازم يكون في ريح. يعني ايه ريح؟ الريح دي قطقط هي الهوا، لما بيكون موجود وجامد الطياره تعلى وتطير عالي قوي لفوق، ولو مفيش هوا الطياره مش هتقدر تطير. يعني دلوقتي في هوا؟ ايوه طبعا في هوا. إيه بس انا يعني مش شايف. ايوه وسيم، اوعى كده اشوف وراك. لا مفيش حاجه. لا يا قطقط، ما هو الهوا مش مهم نشوف، هو موجود بس احنا مش بنقدر نشوف. ازاي؟ لما كانت الطيارات طايره لفوق يبقى في هوا، لما الزرع اللي حوالينا ده نلاقيه بيتحرك يبقى في هوا. الهوا والريح كمان ما نقدرش نشوفه، لكن نقدر نعرف انه موجود من تأثيره على الحاجات اللي حوالينا. انا بحس ان الهواء بيخبط في وشي الصبح لما بكون مستني باص المدرسة. وانا كمان بحس دايما بالشتا، عشان كده بلبس لبس تقيل. برافو عليكم. ودي تاني حاجة كنت عاوزة اقولها لكم النهاردة عن الريح، ان الريح كمان ممكن نعرف انها موجودة لما نحس بيها وهي بتلمسنا. عارفين تالت حاجة ممكن تعرفنا ان في ريح ايه هي؟ اننا نسمع صوت الريح. ايه ده يا طنط دينا، هي الريح ليها صوت علشان نسمعها؟ ايوه يا كوكي، اكيد الريح بتتكلم. لا يا قطقط، الريح مش بتتكلم، بس يعني لما الريح تبقى ماشيه بسرعه قوي كده بتعمل صوت. مش انتوا في الشتاء لما بيبقى فيه هوا جامد بنسمع صوت فو جامد قوي كده؟ هو كده بالظبط. كل الحاجات اللي قلناها دي عن الريح عايزة اقول لكم منها انه زي كده بالظبط الله روح. الله روح؟ بس احنا اتكلمنا عن الرياح والهوا مش عن الروح يا طنط دينا. ما هو يا كوكي الله روح زي الريح، موجودة في كل مكان بس احنا ما نقدرش نشوفها، وكمان نقدر نحس انه موجود من عمله معانا بيأكد انه موجود. ايه ونقدر نحس بوجوده حتى لو مشوفناهوش؟ طبعا، عشان كده ما ينفعش نقول ان ربنا مش موجود ونستخبى منه مثلا. انا كده فهمت. عرفتوا دلوقتي يعني ايه الله روح؟ ايوه طبعا. بتضحك على ايه يا قطقط؟ اصل انا مكسوفي اموني كمان. عايز اقول لك يعني اني انت لابسه نضاره شمس، وبعدين في حد يلبس نضاره شمس في عز الظله؟ امال يعني تتلبس امتى؟ تتلبس في الشمس طبعا. برافو يا كوكي، برافو. ايه ده برافو على ايه؟ يعني هي جابت تفتيها، ما هي اسمها نضاره شمس، يبقى تتلبس في القمر يعني طبعا في الشمس. طب يعني اساس ليه يعني؟ اصل انا كنت بفكر. طيب خلاص النهارده بقى عندنا. ايه بقى مونيكا؟ اتفضلي. طيب ممكن اقول انا دلوقتي؟ اتفضلي. طيب النهارده احنا عندنا فقره اسمها فقره الاشغال اليدويه. الفقره دي النهارده هنعمل الشمس، زي ما كوكي وقطقط كانوا بيتكلموا
ان الشمس دي حاجه حلوه قوي احنا بنستفيد منها جدا، وهنعملها ونشوف هتتعمل ازاي. هنجيب الاول البرجل ونروح عاملين كده دايره كبيره كده، وبعد كده هنقصها. ادي اول حاجه عملناها الصفرة، بعد كده في اورنج، هنقص كمان الاورنج. دلوقتي بقى شايفين دي على دي، ونروح ملزقينها. نجيب اللي احنا عملناها دي ونقلبها على ظهرها، ونروح حاطينهم كده شايفين، ونلزقهم. هنجيب الاصفر بقى ونروح حاطينه في النص، يعني كل احمر واحمر في اصفر، عشان يبقى احمر اصفر احمر. يلا الشمس الشمس. فعلا يا كوكي، وده لان الله خلق كل شيء جميل لينا. ده احنا لازم نشكر ربنا على كل الجمال اللي حوالينا ده. انت عارف يا اندرو ان هو ده اللي عمله داود النبي في سفر المزامير؟ سفر المزامير؟ سفر المزامير ده واحد من اسفار الكتاب المقدس، وبالتحديد في العهد القديم. والكتاب المقدس هو كلام الله لينا اللي بعته لنا علشان يقول لنا عن اللي عاوزه اننا نعمله في حياتنا. يبقى الحلقة الجاية هنتكلم عن الكتاب المقدس. يعني ايه مزامير؟ مزامير يعني شكر وتسبيح وعبادة. يعني ايه تسبيح؟ تسبيح يعني ان انا اتكلم مع الله، او اتكلم عن الله وعن عظمة الله في كلام منظم ومرتب. وبنقول ايه في الكلام الجميل ده؟ الكلام ده بنقول فيه لربنا عن عظمته وعن قدرته، وبنشكر ربنا. وفي كمان كلام عن قدرة الله وعن غفرانه والاتكال على الله. وسفر المزامير مين اللي كتبه؟ سفر المزامير ده 150 مزمور، كتب 70 منهم داود النبي، وكمان في مزامير لأساف وبني كورح. والمزامير كلها بتتكلم عن الله؟ في جزء من المزامير بيتكلم مع الله عن الله، دي بنسميها مزامير تسبيح وعبادة. وفي كمان جزء من المزامير بيتكلم الإنسان مع الله، ودي بنسميها مزامير صلاة. وفي كمان جزء بيتكلم عن الله مع الناس، وده مثلا لما نعوز نكلم حد عن ربنا. وفي المزامير بنعرف مين هو ربنا. ربنا هو الخالق المبدع اللي خلق كل حاجة بقدرته، وعاوزنا نعرف عظمته ونكلمه دايما ونسبحه. أهلا بيكم في فقرة الكمبيوتر في برنامج كوكي وقطقط. فقرة الكمبيوتر هيكون فيها حاجات جديدة، مرات هنفتح الكمبيوتر ونخش فيه من جوه، مرات هنجيب حاجات من على الانترنت، مرات هنشوف مخترعات حديثة وجديدة، هنتعلم مع بعض حاجات بسيطة قوي في الكمبيوتر، وكمان حاجات بيسموها بيكس اند تريكس، يعني خدع، حاجات صغيرة هنتعلمها مع بعض. وخلينا نشوف. اول حاجه هنتكلم عنها النهارده هي السوفت وير والهارد وير. ايه موضوع السوفت وير والهارد وير؟ ساعات بنسمع واحد بيقول السوفت وير عندي بايظ في الكمبيوتر، او الهارد وير. بنسمع عن السوفت وير اكتر ليه؟ السوفت وير اللي هو شكله زي كده، يمكن شكله زي ديسك،
أو ليه أشكال تانية مختلفة. إيه موضوع الهاردوير؟ أنا عايز أبتدي معاكم بالهاردوير. ليه؟ أقول لكم ليه. المعادلة دي بتقول إن في كمبيوتر، لكن الكمبيوتر ده مش ممكن يبقى كمبيوتر إلا إذا كان بيتكون من هاردوير وسوفتوير. إيه موضوع الهاردوير والسوفتوير ده؟ يعني إحنا مالنا بيه؟ صعب قوي. أنا هقول لكم كلمة واحدة تخليكم تعرفوا الفرق بين الهاردوير والسوفتوير. الكلمة السرية هي تاتش أو اللمس. يعني إيه؟ ده اسمه ماوس، انتوا كلكم عارفينه. الماوس ده أقدر ألمسه ولا لأ؟ واحد يقول لي طبعا أقدر ألمسه، انت ماسكه أهو. مادام ماسكه يبقى اسمه هاردوير. طيب في برامج تانية زي مثلا برنامج الويندوز، أقدر أمسك برنامج الويندوز؟ واحد يقول لي أيوة أقدر. أقول له لأ انت غلط، ما ينفعش تقدر تمسك برنامج الويندوز. انت تقدر تمسك السي دي اللي عليها الويندوز، لكن ما تقدرش تمسك البرنامج. أديكم مثل أقرب شوية. هل ممكن واحد يمسك ترنيمة، يمسك حتة مزيكا؟ طبعا لا. عشان تمسك حتة مزيكا انت بتمسك بس ورقة النوتة، او تمسك شريط الكاسيت، او تمسك السي دي. بالظبط كده الكمبيوتر. اللي عايزين نتعلمه النهاردة هو الفرق بين الهاردوير والسوفتوير. الهاردوير هي اي حاجة اقدر المسها. اقدر المس شاشة الكمبيوتر، اقدر المس الكيبورد بتاع الكمبيوتر، اقدر المس ممكن البرينتر، لكن مش ممكن اقدر المس البرنامج. البرنامج عبارة عن افكار مكتوبة، الكمبيوتر بيفهمها وبينفذها. كل اللي عايزين نعرفه النهاردة حاجتين: ايه هو الكمبيوتر؟ بيتكون من هاردوير وسوفتوير. الهاردوير اي حاجة في الكمبيوتر اقدر المسها، السوفتوير اي حاجة في الكمبيوتر ما اقدرش المسها زي البرامج. المرة اللي جاية هنبتدي نتكلم عن الهاردوير وايه هو، ويمكن نفتح الكمبيوتر ونشوف ايه اللي جوه. استنونا المرة الجاية، ولو حد عنده سؤال يبعت لنا وهنحاول نجاوب على الأسئلة بتاعتكم. أصحابي كل اللي تابعونا في حلقتنا النهاردة من كوكي وقطقط، يا رب حلقة النهاردة تكون عجبتكم. عايزة كمان أقول لكم على مفاجأة حلوة قوي، كل اللي تابعنا النهاردة واتفرج على حلقتنا النهاردة ليه هدية حلوة قوي من البرنامج. الهدية هي الكتاب المميز ده اسمه كلمني عن الله. الكتاب ده فيه حكايات وفيه لعب وفيه تأملات وأفكار وطرق تعلمنا ازاي نصلي. الكتاب جميل قوي، نفسي يوصل لكل واحد فيكم. وعشان الكتاب ده يوصلكم عاوزاكم تبعتولنا على العناوين الموجودة على الشاشة دلوقتي، وكمان في إيميل مخصوص لكل أصحاب برنامج كوكي وأدل. الإيميل هو kna@knatv.net. ابعتولنا وإحنا كلنا مستنيين خطاباتكم، أنا وكوكي وأطقط وجدو وكلنا. على فكرة عايزة أقول لكم كمان أفكار تبعتوها في الميل، نفسي قوي أسمع منكم مين هو الله. كل واحد فيكم يكلمني عن الله، يحكي لي يعرف إيه عن ربنا. في حد ممكن يقول لي إن الله هو الخالق، الله هو الحنين، الله هو اللي بيحبني. ابعتولي بكل الأفكار اللي عندكم وأنا مستنية إيميلاتكم وخطاباتكم. ولكل أصحاب كوكي وأطقط في خبر حلو كمان، علشان تعرفوا أخبار كتيرة عن كوكي وأطقط ومعلومات أكتر كمان من اللي بتتقال في البرنامج، كوكي وأطقط عاملين لكم سايت مخصوص اسمه www.knatv.net. هقول لكم السايت مرة تانية: www.knatv.net. السايت ده عليه معلومات وأخبار كتيرة قوي، أتمنى أنه يعجبكم. يلا بينا يا كوكي نقول النهاردة عرفنا إيه عن الله. عرفنا إن الله واحد، الله روح وملوش جسد، مالي كل الكون وموجود في كل مكان. هو الرب، هو ربنا، هو إلهنا، هو الله اللي خلقنا. وغير كده كمان هو الرب، هو ربنا، هو إلهنا، هو الله اللي خلقنا. صح يا أطقط. الله هو الخالق، هو اللي خلق كل العالم، الجبال والبحار والأنهار والشمس والقمر والنجوم والحيوانات. يا كوكي كلنا عارفين ده،
بس الأهم من كده، هو خلق كل ده أمتى؟ من زمان، من زمان قوي يا أتأت، لأن ربنا موجود وهيفضل موجود على طول. الله هو البداية وهو النهاية. فعلا الله واحد وبس وهيفضل موجود على طول. الله هو البداية والنهاية. وكمان ربنا واحد موجود في كل مكان وفي كل وقت، وهو شايفنا دايما يا أطأ، وكمان سمعنا ويعرفنا كويس، يعرف كل حاجة عننا، أسمينا وأشكالنا وأفكارنا وأعمالنا. عارف ليه يا كوكي؟ آه، لأنه بيحبنا، لأن الله محبة وهو قادر على كل شيء وما يصعبش عليه أي حاجة أبدا. وكمان قدوس وبار وطاهر، يعني ما فيهوش أي حاجة غلط ولا حتى خطية، لأن الله كامل يا أتأت. أيوة يا كوكي، وعادل وحقاني وصالح ومش بيظلم ومش بيكذب ومش بيتغير خالص. ملهوش مثيل يا أتأت، مفيش حد زيه أبدا. وهو قال عن نفسه: أنا الله وليس آخر، الإله وليس مثلي. شاطرة يا كوكي شاطرة. وانت كمان شاطر يا أتأت. طيب ما تيجي بقى نقول لأصحابنا باي باي, باي.